حل التكامل التالي دي اكس على جذر اكس تربيع زائد 2 اكس. هسه الخطوة رقم واحد انه ارتب هذا الحد اكس تربيع زائد 2 اكس، اقول هو عبارة عن اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1 ناقص 1، وهذا المقدار راح يكون مساوي الى، اقدر اكتبه هو عبارة عن اكس زائد 1 الكل تربيع ناقص 1. خلي افرض اليو تساوي لي اكس زائد 1، اذا الديو راح تكون هي عبارة عن دي اكس، وهذا المقدار راح يكون، هذا المقدار راح ينكتب هو عبارة عن يو تربيع ناقص 1. هسه التكامل مالتي راح يكون، التكامل مالتي راح يكون هو عبارة عن الدي اكس هي عبارة عن ديو على تحت الجذر راح يكون هو عبارة عن يو تربيع ناقص 1. هسه راح اشتغل على الفرضيات بالتعويضات المثلثية. الفرضية مالتي هسه هنا راح يكون عندنا انه افرض اليو، فرضية ثانية، افرض اليو تساوي سيكن ثيتا، اذا الديو راح تكون هي عبارة عن السيك ثيتا في تان ثيتا دي ثيتا. هسه اعوضهم وين؟ هنا اقول اذا التكامل مالتنا راح يكون هو عبارة عن الديو هي عبارة عن سيك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا مقسوم على تحت الجذر اليو تربيع هي سيكن تربيع ناقص 1، شو يصير؟ تان تربيع، يعني راح يصير هنا عندي تان تربيع ثيتا، ويساوي تكامل لسيك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا، اللي جوش راح يكون هو عبارة عن تان ثيتا. هسه اختصر راح يكون عندي تكامل لسيك ثيتا دي ثيتا. اذكرنا انه تكامل السيك ثيتا هو عبارة عن لين مطلق سيك ثيتا زائد تان ثيتا زائد سي. هسه ارجع لاصل الفرضية مالتي. اولا من الفرضية الثانية هذه، خلي افترض انه انا عندي مثلث بهذا الشكل، هذه ثيتا، من هذه السيك ثيتا يساوي ليو، السيك هو قلنا مقلوب الكوساين، يعني الكوساين راح يكون هو واحد على اليو، اذا هذا هو الواحد، هذا اليو، وهذا الضلع راح يكون هو عبارة عن يو تربيع ناقص 1. هسه اعوض اقول اذا التكامل مالتي راح يكون مساوي الى لين مطلق، قلنا السيك ثيتا هو عبارة عن شنو؟ اليو، هذا اليو، زائد التان اللي هو راح يكون المقابل على المجاور اللي هو راح يكون تحت الجذر يو تربيع ناقص 1 زائد سي، ويساوي، هسه ارجع لاصل الفرضية الاولى، للفرضية الاولى مالتي اللي هي هذه، شنو فرضنا اليو هو عبارة عن اكس زائد 1، اذا نقول لين مطلق اكس زائد 1 زائد جذر اكس زائد 1 تربيع ناقص 1 زائد سي.